نعمل فيونكات السوسيس، مش محتاجة حاجة خالص خالص، مقاديرها بسيطة وسهلة. طريقتها كمان سهلة وجميلة جدا. مقاديرنا مفيش ولا أسهل من كده. احنا عندنا عجينة، أيا كان نوع العجينة اللي انت معتمداها، احنا عملنا قبل كده عجينة السمبوسك في البيت، تقدري تعمليها بيها. أي عجينة انت معتمداها بتعمليها وبتطلع معاكي 10 على 10 هنشتغل بيها النهارده. بس النهارده هشتغل بعجينه الباف باستري، ودي بتبقى متوفره في السوبر ماركت. تمام. هنحتاج كمان سوسيس متقطع كده قطع بالحجم اللي انتوا شايفينه ده، بس كده حاجتين اتنين، عجينه وسوسيس، وزيت على النار يغلي علشان نبتدي نحمر فيه. فالموضوع بسيط وسهل جدا. لو عندي عزومه ولا حاجه هعمل طبق مقبلات سهل وسريع، او مثلا عيد ميلاد عندي الولاد عازمين اصحابهم ولا حاجه، الحاجات دي بتغريهم جدا وبتلفت نظرهم، فهنعملها مع بعض بطريقه ولا اسهل من كده. زي ما اتفقنا نوع العجينه يرجع لك على حسب المتوفر وعلى حسب اللي انت بتحبيه. وعجينه السمبوسك في البيت هتبقى حلوه جدا جدا، عملناها قبل كده مع بعض، مقاديرها سهله وبسيطه. تمام، ويلا بينا بقى علشان نبدأ نشتغل. احنا محتاجين العجينة، اتكلموا كده تاني. ابتديت سامعاك كده كويس. الحمد لله يا رب. تمام، حضر بقى القطاعة ويلا بينا، عايزين العجينة بسرعة علشان نبتدي نشتغل. هو الموضوع سهل جدا وفي وقت قليل هتكوني عاملة كمية كبيرة. نفرد عجينتنا، عندنا رشة من الدقيق، وادي العجينة. العجينة النهاردة معانا عجينة زي ما قلنا عجينة الباف باستري، بتيجي بلوك كده من السوبر ماركت. احنا بقى ايه هنبتدي نفردها. ندي رشه من الدقيق عشان ما تلزقش معانا. تعالوا بقى نشوف السمك اللي احنا فردنا بيه او فردناه قد ايه. بصوا كده، يعني حوالي 2-3 ملي، باين معانا خالص اهو. تمام، هنجيب قطاعه. ما انتوا واخدين بالكم فردنا العجينه بتاعتنا، هنبتدي نقطعها بالقطاعه دواير قد بعض. تمام. وتعالوا بينا نبتدي بقى نحشي. هي القضية دلوقتي في التشكيل، عجينة أي نوع عجينة احنا بنحبها ومعتمدينها في البيت هنفردها بالسمك ده زي ما انتم شايفين كده، وبعدين نقطعها بالقطاعة دواير كلها قد بعض. تمام، تعالوا بينا بقى ناخد واحدة سوسيس نحطها. طبعا السوسيس مقطعينه يعتبر كده على قد ايه النص بالظبط، وابتدي اقفل. تمام، نقفل كويس، وبعدين اخد الحرف كده والف زي هو عايز تقطع اصغر من كده شويه، عامله زي البونبوني. تمام، مضطره ان انا اقطع السوسيس اصغر من التقطيع اللي داخلالي. نجيب سكينه بقى عشان كده مش هينفع. تمام، نصغره بس شويه عشان ندي مساحه ان احنا نعرف نقفل البونبونيه بتاعتنا في النص كده. تمام، ونضغط. يبقى احنا بنحط قطعه السوسيس، ولازم تكون صغيره عشان تسيب لي مكان من الناحيه دي والناحيه دي اعرف اقفله زي البونبونيه بالظبط كده، والناحيه الثانيه كده بس زي الفل. حلو جدا، نعمل واحده كمان. الزيت على النار بيسخن، وزي ما قلنا السوسيس حاولي تبقى القطعة صغيرة علشان نعرف نقفل عليها كويس.
ما رضيتش اعمل النهارده عجينه، وقلنا احنا عملنا بقى مع بعض يعني كميه معجنات رهيبه تقدري تستخدمي اي حاجه منها، وافضل حاجه تديكي نتيجه حلوه عجينه السمبوسك، سمبوسك الباف في البيت. شايفين البونبونيه حلوه جدا باينه معانا اهي، باينه زي الفل. تمام، نعمل واحده كمان ونبص كده، واروح ابص على الدقيقه اشوفه بس ايه الاخبار. لا ده الدقيق سخن، فاحنا كده ممكن نحمر على طول. بينا نجيب الفيونكات اللي احنا عملناها علشان نبتدي نحمرها على نار متوسطة. بسم الله. لازم النار تكون متوسطة عشان اتأكد ان العجينة بتاعتي استوت. ما احط شوية صغيرين علشان لو حطيت شوية صغيرين هينزلوا ويتحمروا بسرعة بسرعة من غير ما يكملوا تسويتهم. تمام، انا كده مليت الطاسة بتاعتي. بدأت فيونكات السوسيس تاخد اللون، هبقى مجهزة معايا طبق، والطبق ده فيه مناديل، اي حاجة بتحمر في الزيت نطلعها على مناديل عشان تبتدي المناديل تمتص اي زيوت معانا زيادة. تمام، بسم الله، وهبتدي اشوف اللي اتحمرت كويس هطلعها. النار متوسطة علشان حاضر. طيب يعني نبتدي نطلع بقى. بصوا يعني عايزه اوريكم بس شكل الفيونكات وهي متحمره كده. بسم الله، بصوا معايا شكلها حلو ازاي باينه. بصوا كده العجينه بقت هشه زي ما انتم شايفين كده، تحفه جدا. تمام، بعد ما حمرنا مع بعض فيونكات السوسيس زي ما انتم شايفين شكلها حلو جدا بطريقه ولا اسهل من كده، وكمان مقادير بسيطه جدا او مكونات بسيطه عملنا بيها طبق حلو جدا. لو عندنا زي ما قلنا عزومه، عندنا مثلا مناسبه، تبقى حاجه حلوه قوي، وخاصه لما يكون فيها ولاد صغيرين بيحبوا قوي الحاجات دي، كمان شكلها بالنسبه لهم هيبقى مغري جدا. حلو قوي الكلام ده. خلاص خلصنا، ممكن كمان جنبيها كده بوله كاتشب هتبقى زي الفل. ده كان اول طبق يطلع معانا، ما اخدش مننا 10 دقايق كله على بعضه.